برجك بالصحة. برجك بالصحة. صباحكم مزيان بالصحة مليان. هيا عدلي الموجة شوية وركز لي مع برجك في هالصبحية. الحمل. كيما يقولوا اللي يستنى خير من اللي يتمنى، وانت عندك مديدة وانت تستنى، اما بقدرة ربي ما عتم مزال. الهدف متاعك واضح وقريب توصله ان شاء الله موفق يا حمل. الثور. الكونديسيون والاوضاع اللي انت فيهم حساسين شوية، خاصة على الصعيد الشخصي والعاطفي. ما تخليش الامور تأثر عليك، خليك ديما انرجيتيك كيما عادتك يا ثور. الجوزاء. الوش الزربة. انت تعرف اللي تنجم توصل للهدف متاعك واللي تحب عليه الكل كي تتحلى بشوية صبر وشوية سلاسة. عندك طاقة كبيرة والإنرجي متاعك ما تنجم تعاونك كان على الإيجابي الكل يا جوزاء. السرطان. علاش باش تقعد تخمم في الحاجات اللي غشوك ويعكرولك من مزاجك؟ كيما يقولوا يا جبل مهزك ريح، وانت بقدرة ربي في الطريق السواب، ومادامك تسعى ما تخيبش يا سرطان. الأسد. مرتاح البال وهذيك الفايدة، راحة البال ما يعوضها شيء، الباقي الكل ينجم يجي بشوية بشوية. حافظ على صحة الأبدان وكل توخيرة فيها خيرة يا سيد. العذراء. عندك مديدة على التغيير والتبديل، وتبديل السروج فيه راحة، إن شاء الله تغييرت الخير، وإن شاء الله كما يقولوا عتبة مبروكة يا عذراء. الميزان. أنت تعرف اللي سهل ياسر تدخل في روتين يقلق، أما صعيب أنه تخرج منه. خليك ديما على شخصيتك وما تبدل روحك على خاطر حد يا ميزان. العقرب. الحمد لله الأمور عال العال والصحة لباس، الأمور في نسق تصاعدي إيجابي، أما الحل والربط يقعدوا كان بيديك أنت يا عقرب. القوس. ما فيها باس كي ساعات تستشير كبيرك في الأمور الحياتية، نجم تعمل لك قلبة نوعية في حياتك يا قوس. الجدي. كهنو ليامات البال مشغول والخوف ظهر فيهم سيطر عليك، تنحي عليك القلق والمقدر يصير والمكتب ربي، لازم تشوفوا العين يا جدي. الدلو. الريسبونسابيليتي اللي عندك باهية، نجم تنظم لك وقتك وتخليك تعرف اش عندك واش ما عندكش، وخاصة شنو اللي ليك وشنو اللي عليك يا دلو. الحوت. التفاؤل والأمل هما اللي معايشينك وينجموا يكونوا مفتاح متاع برشا بيبان كنت تخيلهم مسكرين. خليك ديما قوي وان شاء الله بالسعد يا حوت. هذا برجكم بالصحة لليوم. نور تقولكم ان شاء الله صبحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة. برجك بالصحة.